للمزيد حول تطورات الملف النووي الإيراني ينضم إلينا عبر سكايب أو عبر الهاتف من لندن المتخصص بالشأن الإيراني الأستاذ محمد المدحشي. أستاذ محمد، بداية مرحبا بك. قبل أيام صرح كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري أن بلاده ترفض التفاوض حول الملف النووي وتطالب بالتركيز على العقوبات. كيف تفسر هذه النبرة في التعامل من طهران مع هذا الملف المهم دوليا؟ في البداية تحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين الكرام. حياك الله أستاذ محمد. طبعا بالنسبة لطهران ما يهمها هو إلغاء العقوبات، والملف النووي هو في الواقع إطار للتفاوض مع الدول العظمى، ولا يعتبر حاليا وفقا لتصريحات الدول المعنية بالمفاوضات مع إيران الملف الرئيسي. والآن نرى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أصبحت منصة لشرعنة الملف النووي الإيراني، وخاصة الجزء السري لهذا الملف، والذي نشر الموساد وثائق، آلاف الوثائق، عن أن هناك جزء عسكري لهذا البرنامج، لكنه الوكالة الدولية لم تأخذ بعين الاعتبار هذه الوثائق. فمن هنا نفهم أن الجهات المعنية بهذا الملف، أي ملف التفاوضي الإيراني، حاليا تركز على تخفيف جزء من العقوبات على إيران. نعم. برأيك في ظل هذه النبرة المتعالية أستاذ محمد من طهران، ما الذي يمكن أن تقدمه المفاوضات تنظر له إيران من منظور قوة بحسب ما يتبادر من مسؤوليها؟ يعني حاليا نظرا لتراجع النفوذ الإيراني في الإقليم وتقليم أظافرها وإضعاف ميليشياتها في المنطقة، خاصة في سوريا وحتى العراق الذي نشهد الآن أن هناك صراع ما بين الميليشيات الموالية لإيران، حيث أصبح الصراع داخل ما يسمى طبعا بين القوسين بالبيت الشيعي، وهو لا علاقة له بالشيعة مصدر ما له علاقة بإيران، البيت الإيراني في العراق هكذا نصفه. فالآن إيران ليست لديها تلك الأوراق حتى تستطيع أن تضغط على الإقليم وكذلك على الدول الكبرى حتى تنتزع منها الامتيازات. وهذه النبرة العالية هي نبرة إعلامية بحتة ولا أثر لها على طاولة المفاوضات. الدليل على هذا الكلام الذي أقوله هو أن بايدن وعد بإلغاء العقوبات فور وصوله إلى سدة الحكم في الولايات المتحدة، وكان هذا وعد انتخابي مصرح مسجل من قبل بايدن بالصوت والصورة. نرى أنه بعد مرور ما يقارب قريب من 11 شهر من بدء ولاية بايدن الأولى، العقوبات لم يتم تخفيفها، وبالعكس إدارة بايدن زادت هذه العقوبات على إيران ووضعت شركات ومؤسسات وشخصيات إيرانية جديدة على لائحة العقوبات. والآن الإدارة الأمريكية تتحدث عن فرض المزيد من العقوبات على إيران إن إيران حاولت أن تماطل في هذه المفاوضات. فهذه النبرة اللي نسمعها من طهران هي نبرة لاستهلاك دعائي لإعطاء ضمانات وطمأنة لعناصر وميليشيات إيران في المنطقة، وكذلك لها رسالة داخلية أيضا بأن حكومة رئيسي مسيطرة. لكنه إذا لاحظنا سعر صرف الدولار كمؤشر رئيسي في الاقتصاد الإيراني بعد بدء حكومة إبراهيم رئيسي، سعر صرف الدولار ارتفع بنسبة 15% في البلاد، أي سعر التضخم ارتفع في البلاد، وهذا يضع ثقله على كاهل المواطن. فهذه النبرة تبقى نبرة دعائية لا علاقة لها بما يحصل على أرض الواقع. نعم أستاذ محمد، يعني بالنسبة إلى ملف المياه الذي يعني أثار الكثير من الاحتجاجات داخل إيران، إلى جانب الطائفية التي تتعامل بها حكومة طهران، كيف تنظر إلى هذا الملف وما هي انعكاساته في الداخل الإيراني؟ بالنسبة للملف الداخل الإيراني بشكل عام ومنه ملف المياه، كل البلاد، جميع قطاعات البلاد تعاني من أزمة طاحنة في الإدارة. إدارة البلاد فاشلة بامتياز، والجميع في داخل البلاد، أنا لا أتحدث عن السياسة الخارجية، نحن لا نتحدث عن السياسة الداخلية،
والتغطية لهذا الجانب في وسائل الإعلام غير الإيرانية قليل جدا. حتى من يوالي أو من يؤيد إبراهيم رئيسي يؤكد على فشل إدارة البلاد. يعني إبراهيم رئيسي يؤكد فشل حكومة روحاني في إدارة البلاد من سنوات. نعم. روحاني يؤكد فشل محمود أحمدي نجاد في إدارة البلاد لثمان سنوات، والآن الجانب من الحرس الثوري الذي لا يقبل بإبراهيم رئيسي يؤكد على فشل نعم. إبراهيم رئيسي بهذه الفترة القصيرة. فإن أخذنا نفس تصريحات المسؤولين الإيرانيين نعم يؤكد على أن إدارة البلاد فاشلة منذ 16 عام في أدنى تقدير وفق التصريحات الرسمية الإيرانية. شكرا جزيلا لك أستاذ محمد المدحجي من لندن المتخصص بالشأن الإيراني.